اخر حاجة القبضة للتأمين، لسه لحد دلوقتي مفيش رئيس للقبضة للتأمين. في المراحل الأخيرة يعني بنطبخ القصة. هو التأمين ابتدى الإصلاح بتاعه وإعادة الهيكلة في 2007، وفعلا أنشئت بعض الشركات، وفعلا تم فصل بعض الأصول اللي هي العقارية اتحطت في حتة، فابتدينا الشغل بس ما كملناهوش. فأنا هكمل الشغل اللي تم يعني الانتهاء، ان هو التقسيم ده كان رائع، الشركات دي كانت موجودة بس لسبب ما كملتش. فبنكمل بنعمل شركة لإدارة، مش بنعمل شركة يعني، بنعيد تفعيل شركة اتعملت لإدارة الأصول المالية بتاعة الشركات الثلاثة. أنا عندي محفظة فيها تقريبا 60 مليار جنيه في الثلاث شركات، منها تقريبا 40 مليار في أدوات دين، يعني سواء كاش أو بونص، وعندي اكويتيز مساهمات بحدود او اسهم في حدود 20 مليار. احنا بنعيد بقى تنظيم ده، الحته بتاعتي يعني خبرتي كلها، فبتاكد من وجود الهيكل التنظيمي والنظم العمل في شركه اداره الاستثمارات دي، وبعمل عقود لاداره المحافظ دي في الشركه دي. ده بيعظم العائد، يخليني اجيب احسن ناس موجودين في السوق احطهم، بدل ما اجيب حد في كل شركة نص نص، لا انا اجيب حد مميز جدا واقدر ان هو يحسن لي العائد. 60 مليار مش قليل. طبعا. الحاجة التانية ان انا لا، عندي وبيستخدموا بطرق تقليدية جدا جدا. انا عندي كمان بالاضافة للي قلته في الاسهم نفسها، ضروري نفرق بين نوعين من المحافظ. في محافظ المتاجرة او التداول دي المفروض انها تبقى، لو انا عندي 20 مليار اسهم، يبقى المفروض مثلا 2 3 4 مليار بالكثير يروحوا للمتاجر. للمتاجره. والمتاجره دي الحقيقه انا مش مهتم قوي بايه اللي يبقى موجود جوه المحفظه، المهم ان يحقق لي الهدف بتاعي بوضع قيود على مدير الاستثمار. وفي الحاله دي مدير الاستثمار لابد انه يبقى مدير خارجي، لان انا برضو مش هخترع الايه العجلة، أنا هيتم الاستعانة بمديرين محافظ خارجيين، تكلفة أقل وأداء احتراف أحسن أعلى. واحتراف أعلى. الجزء بقى المهم والأكثر أهمية هو محفظة الأسهم اللي هي بسميها استثمار أو استثمار استراتيجي. دي اللي أنا داخل ما بتاجرش فيها، أنا المفروض داخل في شركة لسبب، الكلام اللي قلناه الأول على الحكومة، بخش بسبب، بخش في مرحلة معينة اللي هي مرحلة الإنشاء والإيه رفع الأرباح. بعد لما الأرباح تستقل تستقر ضروري تو أجزت. طبعا أجزت بقى ب100% ب50%، المهم إن هو لابد إن أنا أحدد، وإلا هنتهي إن أنا بحضر الشركة، بحضر الشركة عند الولادة وعند الممات. أيوة. يعني هتموت الشركة وأنا لسه قاعد جنبها. فلا، انا المفروض ان انا اعمل العمليه، العمليه ما بتحصلش، عشان اقول لحضرتك مش موجود عندنا الكالتشر، مش موجود دي مش الكالتشر موجود. ده. انا قاعد، انا لقيت عندي في المحفظه بقير، هقعد بقير لحد يا سيدي ما فيش جنريشنز، ما عندناش الكالتشر. كمان الشركه دي ضروري انها تتابع تمثيل المال العام في الشركات، انا عندي فوق ال 180 شركه، فضروري تمثيل المال العام في مجالس الاداره ضروري يبقى، اولا القاعده انه يبقى عندك ممثلين خارجيين. خارجيين عن مين؟ عن الشركة. يعني فلنفرض ان مصر للتأمين هي المالكة للأسهم دي، فمش مفروض انه يبقى فيه ممثلين من جوه مصر للتأمين تبقى دي قاعدة؟ لا، ده يبقى ده الاستثناء، ان عندي 10 بيفهموا في الاستثمار او بيفهموا في الصناعة دي يبقى يخشوا على البورد ده. انما قاعدة ان انا اجيب ناس من بره مصر للتأمين، ها، محترفين في الصناعة، علشان يقدروا يوجهوا مجلس الإدارة ويفيدوه. فده هيتم، هنرجع تاني للأصل، إن أنا بقول ذوي خبرة ومتابعتهم في مجالس إدارتهم بفريق محترف. عملت إيه في مجلس الإدارة؟ طب إيه رأيك في الشركة دي؟ مش مجرد إنه بيروح ويجي وأنا مش عارف حاجة غير الديفيدنت اللي بتجيلي آخر السنة. فده التطوير الكبير اللي هيحصل. هيفضل عندي في مصر التأمين فقط التأمين. والتأمين أنا عندي مشكلة كبيرة فيه، إنه السنة اللي فاتت كان عندي خسارة في النشاط التأميني، ودي أول مرة تحصل تقريبا في مصر للتأمين يعني في تاريخها،
وفي شركات التأمين عموما ضروري تعملي مكسب. مكسب كام بقى دي نتكلم فيها، انما كوني بخسر في النشاط التأمين وبكسب فقط من الاصول اللي عندي، لا طب ما اقفلها احسن. فشركة بحجم مصر للتأمين لابد اننا نرجع نشوف بقى ايه النشاط التأميني بتاعه، ايه المفروض يحصل صح وما بيحصلش. النهاردة انا ما عنديش اكتواري مقيم، حاجه شركه بحجم ما عنديش اكتواري مقيم، لا ما هم عندي اكتواري مقيم، ما عنديش سيستم على النشاط التأميني، هو معتمد على الاصول طول الوقت، ما عنديش سيستم ما عنديش سيستم اوتوميتد يحدد لي البريميوم. المفروض في الدنيا كلها انا كاكتواري بحط الاصول او الفورمولا للنظام، بعد كده اي حد يوزر عاوز يحدد البريميوم بيعملها، بيطلع لي البريميوم بتاعي يكون كام. في قصة تانية اللي هي التعويضات، ضروري التعويضات يبقى فيه لها تفتيش على المؤمن عليهم. احنا بنتكلم على حريق سيارات مش عارف ايه، ضروري اعرف انا بخسر ليه من النشاط ده، اكيد في حاجة غلط في نظام صرف التعويضات او في التسعير، اعالج نفسي او في عادة التأمين برا. فاحنا هنخلي الشركة، الحقيقة بنقول الشركة دي ضروري ترجع تاني رائد في الـ 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 الصناعة وليها الشارع الأكبر قبل ما نفقده بالكامل، ونركز على ده. الأصول العقارية اللي هي مفصول، هي مفصول وتدار لوحدها، ولكن عندي كلام برضو على الأصول العقارية، مش مجاله دلوقتي. احنا في شركات بتتعمل في مصر علشان إدارة الأصول العقارية اللي شبهها كده. انا عندي 351 عمارة في مصر، في القاهرة وفي اسكندرية، عندي اوفر 9000 شقة. لابد يبقى في إدارة يعني طموحة جدا لإدارة الثروة دي. دي ثروة، هي ثروة. وانا كمان عندي بعد اجتماعي مش مالي بس، انا ضروري احافظ هتورد. انا مش اقل من الشركات الخاصة اللي هي بتجدد العمارات في وسط البلد وبتعمل، لا انا عندي عدد اكبر وعندي قدرة ان انا يعني اطورها اكتر. فإدارة الاصول العقارية، التأمين زائد محافظ الاوراق المالية، ده المحاور اللي لكن الرئيس إعادة الهيكلة يعني للشركات قريب قوي يعني. في اسماء مقترحة ويعني خلاص جاري الاتفاق باذن الله.